شبكة بصائر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، أقدم الآن إن شاء الله درس النحو، وهو اليوم عن موضوع جديد. وقد أنهينا الموضوعات السابقة التي هي من متعلقات الفعل المباشرة، وكالحال والتمييز والاستثناء والمفعولات وغير ذلك. واليوم إن شاء الله موضوعنا هو حروف الجر، والموضوعات التي بعده أيضا موضوعات جديدة. فحروف الجر لها علاقة بالفعل، لكن أيضا هي موضوع مستقل سنبدأ فيه اليوم إن شاء الله بمواصلة تلك الموضوعات في الدروس القادمة. قال ابن مالك رحمه الله: حروف الجر، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا عدا، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على، منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. ذكر ابن مالك رحمه الله في هذين البيتين 20 حرفا من حروف الجر، وهي من وإلى وحتى وخلا وحاشا وعدا وفي وعن وعلى ومذ ومنذ ورب واللام وكي والواو والتاء والكاف والباء ولعل ومتى. هذه 20 حرفا. نلاحظ أن 3 منها قد تقدمت في باب الاستثناء، وهي خلا وعدا وحاشا. فهذه الأحرف 3 تقدمت، وتقدم الحديث عنها في باب الاستثناء، وذكرنا أنه يجوز أن تعتبر جارة. فنقول: قام القوم خلا زيد وعدا زيد وحاشا زيد، فنقولها هكذا. ويجوز النصب كما تقدم، ولكن الذي يهمنا هنا أنها وردت، أنه ورد الجر بعدها على أنها حروف جر. وثلاثة أيضا من هذه 20 شاذة، الجر بها شاذ، وهي منها متى. متى فقد ورد الجر بها في لغة هذيل، فيقولون أخرجها متى كمه، أي من كمه. ومنه قول شاعرهم: شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، متى لجج أي من لجج. فمتى هنا جارة على هذه اللغة. ومن هذه الحروف الشاذة أيضا لعل، في قولهم في كما روي عن يقولون هذه لغة عقيل، وينقلون عنهم قولهم: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، لعل الله فجر بها. ويذكرون فيها عدة لغات، منها عل وعلي ولعل ولعلي، أي أن في لامها الأولى الإثبات والحذف، وفي لامها الثانية الفتح والكسر. الحرف الثالث من الحروف التي شذ استعمالها حروف جر كي، وقد تحدثوا عنها كثيرا. فكي هذه يقولون حرف جر، ولكنها لا تجر إلا ما الاستفهامية وما المصدرية وأن المصدرية، يقولون لا تدخل جارة إلا على أحد هذه الأشياء الثلاثة، وهي ما الاستفهامية وما المصدرية وأن المصدرية. فجرها لما الاستفهامية نحو قولهم يقولون في السؤال عن علة الشيء كيمة، والأكثر أن يقولوا لما، ولكن يقولون
كيمة، هذا نقل من قولهم، ويقولون هي هنا جارة. وأما دخولها على ما المصدرية فنحو ما روي عنهم، إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، أي للضر والنفع، وإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، أي فيقولون كي هنا جارة لما المصدرية. وهذا القول منقول عن الأخفش، وإن كان هناك أقوال أخرى، منها أن ما هنا كافة، و لذلك لا تدخل معنا في هذا الباب. وأما جرها لأن المصدرية وصلتها، فنحو قولهم جئت كي تكرمني، فهنا هذه يقولون جارة لأنها جاءت بدل اللام، وينقلون من ذلك قول الشاعر قالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك، كيما أن تغر وتخدع، كيما أن تغر وتخدع. فيقولون هذه وردت كيما، كي هنا جارة لأن، وزادت بعدها ما. وبعضهم يقول إن هذا خاص بالضرورة، ويمكن أيضا أن تقدر ما مصدرية، ويميل إليه ابن هشام، ويقول هذا هو الاستعمال الأكثر فيها. إذن هذه 3 أحرف هي أحرف شاذة أو خاصة بالضرورة، أو الجر بها لغة، يعني الجر بها قليل وليس عاما بالأساليب وبكلام العربي كلهم. وهي متى، قلنا متى، وكي، ولعل، أي حروف 3 شاذة. إذن بقيت عندنا من هذه الأحرف، بقيت لنا منها 14 حرفا، لأنها هي 20، أشرنا إلى أن 3 منها تقدمت في باب الاستثناء، تقدم الحديث عنها هناك، و3 هي التي يناقش في كونها من حروف الجر. ولذلك بعضهم ينكر الجر بها، وأما 14 الباقية فهي حروف جر باتفاق وكثيرة، ويمكن أن نمثل لها فنقول من، التي على ترتيب ابن مالك، من نحو من المسجد الحرام، وإلى نحو إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وحتى نحو أكلت السمكة حتى، أو تقول في مثال حتى رأسها، أو حتى، فهي لا تجر إلا آخرا أو متصلا بالآخر. وكذلك وكذلك في صليت في المسجد، عن اليمين وعن الشمال، على نحو عليها وعلى الفلك تحملون، ومذ ومنذ، وهما تقريبا اختلف اللفظ واتحد المعنى وطريقة العمل. ما رأيته منذ يومين، أو منذ يومين، ورب رجل كألف، والكتاب لمحمد، وكذلك الواو نحو والله هي واو القسم، وتالله التاء، والكاف نحو زيد كأسد، والباء نحو كتبت بالقلم، وكذلك باء القسم نحو بالله. وهذه هي 14 حرفا التي يكثر الجر بها، وسنتحدث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عما تجر، وما يعني
الأشياء التي تدخل عليها وخصائصها ومعانيها، فهذا باب يستحق أن يفرد ونتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات